السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد، حلقة جديدة من كن أسطورة، واليوم عندنا الحلقة رقم 72. قبل ما أبتدي أطلب من عندكم ضغط زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات، وخلي نوصل بهذا المقطع أكثر من 2000 لايك، فاضغط لايك يا صديقي. ويا شباب الاشتراك، الاشتراك هلا هلا بالاشتراك، إذا أنت ما مشترك اشترك، وشوف زر التنبيهات أهم شيء تفعله. طبعا جدول مبارياتنا، هذه مباراة سكيب، عندنا مباراة اليوفي، اختبار صعب جدا ضد المتصدر، تصدر الدوري الإيطالي، مباراة روما ذهاب وإياب دور ربع نهائي كأس إيطاليا، فيا ريال بالدوري الأوروبي، أيضا عندنا يا شباب فيورنتينا ومباراة الإياب ضد فيا ريال. إحنا بالمركز الخامس بالدوري الإيطالي بعد ما جت لهم أنا صعدتهم لهذا المركز يا شباب، بس بالمباراة الأخيرة للأسف تعادلنا ضد لايزيو صاحب المركز الثاني. اليوفي متصدرين فارق كبير جدا عن أقرب ملاحقيهم. هداف الدوري لاعبنا، أنا عندي فقط 5 أهداف يا شباب. للأسف أنا لحد الآن مو هداف للدوري، سويت سكيب للمباراة الأولى وفزنا فقط 1-0. طبعا هذه المباراة بالدوري، وصلنا للمركز الرابع، الفارق يا شباب فقط 7 نقاط مع لازيو، فممكن ممكن ناخذ المركز الثاني. هسه مباراة اليوفي، مباراتنا ضد المتصدر. طبعا يا شباب الهدف من هذه المباراة إثبات وجود قيادة ديليخت نادي يوفنتوس، نزول اللاعبين إلى أرضية الملعب، المباراة باليانز ستاديوم ملعب نادي اليوفي. اكتبوا لي توقعاتكم بخانة التعليقات يا شباب، اليا مركز راح نقدر نوصل بالدوري الايطالي؟ هل نقدر ناخذ المركز الثاني؟ حلوة 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 حلوة، يلا العب 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 الطيني، يا سلام عليك، روح يا صديقي روح. الله، هذا اسيست، هذا جول، هذا جول يا ولد، سجل يا ولد سجل. هذه عرضية عالية، مصطفى ارتقاء بالراس، جول، لا لا لا، سجل سجل يا مصطفى، يلا رد الهدف الاول عندي، يلا يا مصطفى، يا سلام، تمريرة ولا اروع، ممكن ترجع لي يا صديقي، يا سلام عليك مصطفى، التصويبه مباغته، كره جول، الله، هذه خطره، لا يصوب هيجوين، جول جول عن طريق هيجوين. يا شباب يا شباب، ليش ليش فريقنا بهذا الشكل يا حبيبي؟ قال انقذ الميلان، شنقذ من الميلان؟ الميلان ضايعين يا حبيبي ضد الافرقه القويه، فريقهم منتهي، فريق اداء جدا متواضع. يلا روح 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 روح، كره طويله، يا سلام، يلا يلا يلا، انطلاقه، هي كره، هذه جول، هذه، شوف يا الله، شنو هذا اللعب؟ شنو هذا الفريق يا شباب؟ شنو؟ ما اعرف ما اعرف، لا تعليق لا تعليق على هذا الاداء، وهذه شنو هالتصويبة يسموها؟ اصعد، يلا 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 يا مصطفى، يا سلام، بعدها عندي مصطفى، المرور، عرضية، هي كرة جول، الحارس يخلص، نهاية المباراة 1-0. شنو هذا اللعب؟ أهم شيء تركزوا لي على الدوري الأوروبي، الدوري خير روح، بس الدوري الأوروبي يا شباب ركزوا. هيجوين أفضل لاعب، سجل الهدف الوحيد، فريقنا الصراحة يا شباب متواضع، لو يهجمون نقدر نسجل. احنا نتراجع للمركز الخامس، والله يا شباب صعبة صعبة علينا. المباراة اللي راح ألعبها هسه يا شباب هي المباراة رقم 500 إلي، أنا مسجل 387 هدف، 98 أسيست. هسه مباراتنا ضد روما، مباراة الذهاب ربع نهائي كأس إيطاليا، هذه تشكيلتنا، وأنا أيضا رئيس حربة، يعني أكيد أنا طالب بس هذا المركز، ما أريد غير مركز. مباراة صعبة بالنسبة إنا يا شباب، المباراة خارج ملعبنا على ملعب نادي روما، أعتقد اسم ملعبهم الأولمبيكو إذا ما خاب ظني. صافرة البداية، بداية هذا اللقاء يا شباب، إن شاء الله الفوز بهذه المباراة على الأقل، يعني الكأس والدوري الأوروبي أكيد هذه بطولتين تكفي. الصراحة الفريق فاشل 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 فاشل، زيكو الهدف الأول، شوف الكرة عرضية يعني بسهولة، اللاعب اللاعبين ما أعرف، ما عندنا فريق، ما عندنا فريق بالملعب. يا سلام، العب على الطرف على الطرف على الطرف، يا سلام، انطنيها 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 انطنيها، يلا يا صديقي سجل. شنو هذا؟ شنو هذا يا حبيبي؟ شنو هذا؟ نزل واحد من الجمهور يلعب بدال هذا اللاعب. شنو هذا يا حارس؟ شنو هاي الابداع؟ يعني ابداع ابداع ولا بعد ابداع. انطيني انطيني انطيني، شو وقت تتمرر الكره؟ ما يمرر ما يمرر بسرعة يا حبيبي، العب النانا، يا سلام يا مصطفى، يلا انطيني انطيني، مرر لي مرر لي، كرة جول كرة، والله ياخذكم، شنو هذولي يا حبيبي؟ يوقف قدامي حتى ما يخليني انا اسجل، لا هو يسجل ولا انا اسجل ولا اي حمار بالملعب يسجل، يا الله شنو هذه الكرة؟ الله عندي مصطفى، روح 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 روح، سجل التعادل سجل التعادل، يلا يلا، بوم يا حبيبي، هدف التعادل بملعب روما، هدف غالي، لكن
ايش تحتفل؟ والله ما احتفل ويا احد، والله لو انا بالملعب يا شباب فلا احتفل ويا اي لاعب من دوري الحمير. يا حبيبي شنو هذا الفريق الفاشل؟ نهايه المباراه خلي ارجع لا يجي علينا هدف ثاني يا شباب، على الاقل بملعبهم تعتبر نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا. شلون؟ ما اعرف، لا حد يسالني، مصطفى يصافحهم الله ياخذكم. شيء انا افضل لاعب بالمباراه، هو انا اللاعب الوحيد اللي موجود بايسي ميلان اصلا، انا جاي العب ضد 11 لاعب وضد جمهور روما، همينا بملعبهم كانت المباراه. طبعا هذه نتائج باقي المباريات يا شباب، وهذا طريقنا. اذا فزنا ممكن نلعب ويا الفايز من لازيو ضد نابولي، اذا فزنا يعني، اذا فزنا. هسه مباراه الاياب، يا الله شلون هذه المباراه، شلون راح نعبرها؟ وهذه تشكيلتنا، تشكيلتنا دمار دمار دمار. ايضا انا ضد 11 لاعب، لكن ممكن الجمهور وياي، ما ادري جمهور ميلان بعد عنده اصلا، بعدك جمهور للميلان لو لا بسنه 2027. يا حبيبي هذا فريق فاشل، والله فاشل، جيبوا لاعبين، جيبوا حيوانات تلعب بدل هاللاعبين الفاشلين. فيا شباب خلي ننزل احنا بزينا الاساسي وروما ينزلون بزيهم الاسود. يلا بسم الله، المباراه هذه المره بالسانسيرو، يعني على ملعبنا، يعني امام جمهورنا، يعني المفروض احنا نفوز يا شباب. 1-1 على ملعب روما، نتيجه ايجابيه. شوف ايش تحكي، والله حتى كرهوني بالسلسله، والله يا شباب كرهت ام السلسله من ورا لاعبين اي سي ميلان، بس هي فتره يعني، هي فتره وتعدي ان شاء الله. هذه خطره، الله 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 الله، يلا يا مصطفى، يلا يا مصطفى، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، والله ضيعها يا ولد. مر اللي انا يلعبها قصيره، ليش قصيره، ليش قصيره، انطيني اياها انطيني اياها انطيني اياها انطيني اياها، بوم 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 بوم، الله. الكره تخلع العارضه، ما تضرب العارضه بس، كره عرضيه وعاليه بالراس، يضرب بوم 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 بوم. يا سلام على الحارس، اخيرا سوى شغله بها خير حارس المرمى. ارجع 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 ارجع، يا سلام مصطفى، هي هي هي، مرر، لا 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 لا، صوب، الله الله الله، ضاعت 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 ضاعت، ما اعرف شو اسوي لان اللاعبين ما جاي يوقفون مكان صحيح. يلا يا مصطفى، هذه كورتك، هذه كورتك على القائم البعيد، كره جول، لا 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 لا، افضل اي سي ميلان، افضل، اكو تحركات تبشر بخير. يلا 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 يا مصطفى، يلا يا مصطفى، عرضية اضرب بالراس يا ولد، جول، الله. هدف الأول 1-0 سوزو، هدف التقدم، لاعب عمره 16 سنة هو ينقذ الفريق، يا الله. شوف 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 الكرة، الكرة العرضية حلوة بالراس من سوزو، الكرة بالشباك، جول. عندي ممكن احافظ على الكرة، يلا 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 يلا، العب على الطرف، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، باب 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 باب، جول. هذا الحمار سجل هدف ثاني يا شباب. طبعا هذا اللاعب جلطني بالانفرادات السابقة، لكن يظهر بس بالراس يقدر يسجل. شوف الكرة العرضية، يضرب، يا سلام، 2-0، والله وفزنا على روم. طلعني المدرب، يطلعني، شنو هذا؟ يعني انا سبب عطل الفريق، او لياقتي انتهت، اريد احافظ على الاكثر. جول جول جول، هدف آخر لنادي اي سي ميلان، لاعب روما سجل على نفسه. شوف اللعبة، وبالراس حطها بالشباك، الله الله الله، ممكن أربعة، جول جول. أربعة يا شباب، أربعة. شنو اللي صار في هذه المباراة؟ لا حد يسألني، لا حد يسألني. نادي اي سي ميلان عندهم انفصام يا حبيبي، شنو هذا، شنو هذه الكرة؟ شوف الإعادة والتمريرة، يا الله، انهيار روما. هذا اللاعب اللي نزل بدالي هو اصلا تعبان، بس لاعبين روما لياقتهم منتهيه، فسجل الهدف الرابع. المهم صارت 4-0 فوز مستحق باداء ونتيجه لنادي اي سي ميلان. يا حبيبي خلاص يا حكم، صفر، انهي المباراه، فوز مستحق. خلينا نشوف مباراتنا القادمه، قلنا ويا روما او ما ادري والله من الفريق الاخر. اليوفي يفوزون، انتر يفوزون، ميلان ولازيو، او مباراتنا راح تكون ضد نادي لازيو من الجهه الاخرى، اليوفي ضد الانتر. يا حبيبي شنو هذه المباريات؟
هسه مباراتنا بالدوري الاوروبي ضد فياريال ايضا مباراه مهمه بالنسبه لي. قبل لا اروح للمباراه هذه يا شباب راح اطلب من المدرب ايضا لاعب جناح ايسر وهو يختار الطلب اللي انا اريده. كيف يعني؟ وين ما يريد يلعبني خلي يلعبني قلب هجوم او جناح ايسر. مباشره يا شباب صافره البدايه اي سي ميلان فياريال دور 32 من بطوله دوري الاوروبي او الدوري الاوروبي. حلوة 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 يلا يا مصطفى هي الكرة التصويم الكرة جول هدف أول يا سلام 1-0 بعد هذه التصويبة الصاروخية بملعب ايس ملعب نادي فياريال أسجل القنبلة هذه. خلاص اقتربنا من نهاية الشوط الأول فخلي أرجع ويا المدافعين الكرة عرضية ابعد جول جول لفياريال هدف التعادل مع نهاية الشوط الأول. الدفاع شوف الدفاع شنو هذا الدفاع جول جول الله يا شباب يا شباب دير بالكم فريق فياريال مسيطر بكامل الشوط الثاني يا شباب. كرة خطيرة حارس المرمى أيضا يصدى كرة أيضا حارس المرمى كالعادة يعني فقط حارس مرمى يصدى وأنا منك اسجل اذا جت لي فرصه يعني. يلا يا سلام يا سلام مصطفى 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 مرور 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 كره جول الله الله عبرت 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 كيف لا حد يسالني المهم سجلت يا شباب هدف ثاني بملعب فياريال. انطني اياها انطني اياها انطني اياها انطني اياها انطني اياها يا سلام خلاص صافرت الحكم 2-1 يا شباب بملعب فياريال تعتبر نتيجه جيده بالنسبه لاي سي ميلانو وهذه احصائيه المباراه كل شيء الى فياريال الا الاهداف تزويبتين جول عن طريقي خلصت المباراة وأنا أفضل لاعب بالمباراة. هسه مباراتنا ضد فيورنتينا أيضا مباراة صعبة. أوكي المدرب هذه المرة يا شباب يعتمد علي كجناح أيسر. صافرة البداية هذه المباراة بإطار الدوري انطني إياها. يا سلام عليك انطني إياها. هي يا مصطفى مرر 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 انطي 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 تصويبة كرة جول لا 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 خلصها الدفاع. انطني إياها. يا سلام شو تمريره يا الله شنو هذولي يا شباب ليش تمرر يعني شنو حتى التمريره بالايد ما يعرف يلعب شنو هذولي. حلوه مصطفى يتوغل يلا روح 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 يا مصطفى هي التصويب عاليه 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 لازم اصوب انا هذه خطره هذه خطره لا يصوب الله 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 حارسنا جيد حارسنا جيد شوف المدافع اي خلصها ابعدها يا حبيبي الله 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 يلا يا مصطفى اضغط عليه اضغط عليه لا تنطي مجال اخذها عرضيه بالراس الكره بالقائم يلا يا صديقي العب الله الله شوف شنو هذا شنو هذول يلا العب مصطفى مصطفى انطي ذاك حلوه الله هذا اسيست هذا اسيست هذا جول هذا جول هذا جول هذا جول هذا جول لا 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 ضاعت للاسف على ملعبنا 0-0 اليوفي يفوزون ولازيو يخسرون واحنا نبقى بالمركز الخامس. هسه مباراتنا الاخيره بحلقه اليوم اياب ضد فياريال هذه تشكيلتنا بهذا اللقاء انا جاي العب جناح يسار ايضا هذه المره بيعطيك هو رئيس الحربه. نزول اللاعبين الى ارضيه الملعب اي سي ميلان نادي فياريال الغواصات بالسنسيرو اياب مباراه بالدوري الاوروبي مباراه الاياب دور 32 هذه خطره اوب 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 جول جول لنادي فياريال الكره خلف المدافعين شوف التمريرة شوف الدفاع المضروب يا حبيبي ذاك يرفع ايده اوفسايد وانت انكسرت ام الاوفسايد يلا يلا يا سلام هذه جول هذه جول بوم سجل يا حبيبي سجل الكرة على الطرف عرضية عالية مصطفى بالراس اضرب يا ولد ضاع 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 خلص بعد الكرة عندنا يا سلام ممكن تنطيني مرر لي انا 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 ترجع بياتيك الى مصطفى التصويب جول لا 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 الحارس نهاية الشوط الاول 1-0 اضغط عليه اخذها الله الله يا مصطفى طبعا لحد الان النتيجه من مصلحتنا يا شباب لان احنا مسجلين هدفين على ملعبهم بس ترى فياريال فريقهم قوي والله قوي وفريقنا اداء متواضع يعني باي لحظه يسجلون علينا خاصه خط دفاعنا مضروب اضغط على الحارس يلا دقيقه 90 خلاص يا شباب خلاص حافظوا على الهدف حافظ على الهدف حافظ على الهدف يا حبيبي خلاص صافره الحكم نهايه المباراه المفروض احنا فزنا المفروض احنا فزنا 1-0 نخسر بهذا اللقاء لكن أهل يا شباب بنتيجة مباراة الذهاب وهاي نتائج باقي المباريات البافاري طلعون خبر حلو ضد سبورتينج
طبعا بالنسبة لتوتنهام يصعدون والريال مدريد مانشستر يصعدون وريال مدريد يطلعوا. يا حبيبي شنو جاي يصير بريال مدريد وبايرن ميونخ؟ يا الله يا شباب، 5-5-5 يخسر الريال والبايرن يخسر 3. جدول مبارياتنا الحلقة القادمة إن شاء الله يا شباب مباراة الأنتر ديربي الغضب، عندنا أيضا مباراة هنا سكيب توتنهام نلعبها، مباراة الدور 16 ضد توتنهام وراح نلعب، أو هذه سكيب إياب ضد توتنهام، جنوا سكيب لازيو نلعب لازيو الإياب، هاي مباراة نصف نهائي الكأس يا شباب، أيضا مباراتين بالمنتخب، يعني تقريبا الحلقة الجاية يا شباب راح نوصل ربع نهائي الدوري الاوروبي. وبس يا شباب اللي هنا وصلت لكم نهايه الحلقه، الصراحه هذه الحلقه تعبتني، المفروض ما انتقل لاي سي ميلان، هذا اللي من وجهه نظري اللي اشوفه. اكتبوا لي بخانه التعليقات رايكم بهذا الموضوع، وهل اطلع من الميلان او ابقى وياهم لحد ما اخذ لهم دوري ابطال اوروبا مثل ما وعدناهم ببدايه اول ما انتقلنا لهم. فيا ريت تكتبوا لي بخانه التعليقات يا شباب، وبس ضغط لايك شير وفعل زر التنبيهات، خلينا نوصل بالمقطع اكثر من 1500 او 2000 لايك، وبس يا شباب في امان الله.